إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر روم سياس فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولا فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنذروني ولا رفضوني وقطعوني فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حسير حقير لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنا ذلك. اگه میدونستیم هاشا کردن راه داره هممون هاشا میکردیم، اما چه کنیم و جوارحیم کلها شاهدتون علی به ما قدرمه.